كان موسم شتاء جيد، الأمطار غزيرة والمياه وفيرة في هذه الينابيع. ورغم أن الصيف لم يبدأ بعد، إلا أن الفلسطينيين بدأوا يعانون من شح المياه في بيوتهم وانقطاعها لأيام طويلة. جميل قصقص وجيرانه من القرى المجاورة يتوافدون يوميا إلى هذا الينبوع المائي لأخذ حاجتهم من الماء بعد أن شحت المياه في البيوت وصارت متقطعة ولا تكفي الحاجة. تيجي ثلاث أيام بالأسبوع تقطع الباكية، فبتكون خفيفة برضو في الأيام العادية إذا أنت ساكن في مناطق واطية. أما اللي بساكنين في المناطق العالية حتى لما تيجي ما بتجيهم كويسة، ما بنستهلك كتير مي، وجبت خزان إضافي عسبت إذا أطعت أسلك بين ما يرد يجيبوها. رغم أن جائحة كورونا قد زادت الطلب على المياه بنحو 10%، إلا أنه ومنذ أسبوعين الكثير من المناطق الفلسطينية بلا ماء، ما ولد حالة غضب شعبي تحاول الجهات الرسمية احتوائه بتوجيه إصبع الاتهام نحو إسرائيل التي تتحكم بنحو 85% من مصادر المياه الفلسطينية وتبيعها للفلسطينيين وفق أهوائها. هناك سياسة جديدة تتبعها إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، هي عملية تضييق، هي عملية خنق، هي عملية ضغط أيضا على الشعب الفلسطيني من أجل يعني القبول بالمخططات الجديدة التي تنوي يعني إسرائيل القيام بها خلال الفترة القادمة، وهي عمليات الضم الغير شرعية اللي حتحصل. هذا نبع العوجة في أطراف منطقة الأغوار يتدفق بمياه غزيرة نظيفة يمنع الفلسطينيون من استغلالها. ويعتقد خبراء المياه أن خطة إسرائيل لضم الأغوار ليست مسألة أمنية فحسب، وإنما تهدف لفرض سيطرة إسرائيل الكاملة على أحواض المياه الجوفية في المكان، وبالتالي حسم مسألة السيطرة على هذا السلاح الاستراتيجي. عبد الحفيظ جعوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية.